ردود فعل غاضبة وأخرى ساخرة في الأوساط الشعبية عقب إعلان رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني عما سماه استرداد جزء من الأموال المسروقة ضمن فضيحة القرن وإخلاء سبيل المتورطين فيها بضمان إرجاع باقي الأموال. وفي واحدة من أكبر مسرحيات الفساد في العراق الجديد أظهر خطاب السوداني وسط أكوام قال إنها جزء من الأموال المسروقة الاتفاقات التي تجريها الأحزاب وميليشياتها فيما بينها لتوفير الغطاء اللازم للتغطية على صفقة الفساد. صفقة عدتها الأوساط القانونية والسياسية بأنها الفضيحة الأكثر جدلا في البلاد في الآونة الأخيرة وسرعان ما تحولت الدعايه الاعلاميه للسودان الى سذاجه سياسيه وقانونيه حينما تحول حديث الانجاز الى فضيحه اخرى عنوانها اطلاق سراح السراق وفي مقدمتهم المتهم المدعو نور زهير الذي اثبتت ملابسات الفضيحه انه مرتبط باحزاب الاطار التنسيقي التي دفعت بالسودان الى رئاسه الحكومه. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت ولأول مرة تقرير مدققي الحسابات الضريبية الذي اشار الى ان السرقه كانت مدبره من قبل شبكه واسعه من المسؤولين وموظفي الخدمه المدنيه ورجال اعمال لهم صلات بفصائل سياسيه نافذه، فيما اعرب حقوقيون عن صدمتهم من الصفقه التي عقدها السوداني مع احد المتورطين، والتي لم تسفر سوى عن اعاده نحو 5% من حجم الاموال المسروقه. مؤكدين عدم وجود نصوص قانونيه تبيح للسلطات الحكوميه الاتفاق مع المتورطين في ارتكاب جرائم الفساد واخلاء سبيلهم بكفاله مقابل استرجاع الاموال المسروقه. وقد لا تبدو هذه الحقائق ضربا من الخيال، خاصه وان تقارير دوليه كشفت بان سرقه القرن ادارتها ميليشيا بدر المسيطره على ملف التعيينات البارزه في مصلحه الضريبه والجمارك. من جهه اخرى فان احدى الشركات المتهمه بسرقه التامينات الضريبيه ثبت دخولها في مزاد بيع العمله الاجنبيه واجراؤها عمليات تحويل الاموال خارج البلاد لشركات مختلفه